في موقف مضحك حصل لك يا كابتن في مسيرتك كلاعب او كمدرب في رمضان؟ في رمضان اه في بصراحه. ايه الموقف موقف كنا بنلعب في مع نادي الزمالك الله يرحمه الكابتن ابراهيم يوسف كان مدير الكوره، وكان عندنا ماتش في رمضان مع الزمالك واسمنت السويس. الماتش زمان بقى كانت ايه قبل الفطار في السويس، كان ماتش في الدوري يعني. ف كابتن ابراهيم يعني رحت له كده قلت له كابتن ابراهيم الجو حر وبتاع وانا بفكر افطر يعني. قال لي بصراحه انت بتفكر صح، الجو حر ومفيش مشكله وتقدر اداك رخصه للفطار. قال لي تقدر تعوض اليوم وبتاع. قال لي قلت له يا كابتن بس انا مش عايز حد يعرف وبتاع. وقال لي خلاص ايه مفيش مشكله وتمام. المهم ايه دخلت في الحمامات يعني كده بغير ورحت ايه كلت خفيف كده موزه وبتاع وكسرت صيام يعني. لا انا ما انا فطر من الصبح يعني. المهم الجو كان حر جدا، فبعد ربع ساعه رحت على الخط عشان اشرب يعني اعمل نفسي ان انا بتمضمض فشربت. كابتن ابراهيم الله يرحمه عديك قال لهم بصوا والله العظيم هو فاطر وبتاع، فضحني يعني بس ما داراش عليك. لا كابتن ابراهيم الله يرحمه كان دمه خفيف.